أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن مشاركة 57 شركة مصرية بفعاليات المعرض الأكبر للحاصلات الزراعية في الصين فروت لوجيستيكا اليوم ولمدة 3 أيام. المجلس أشار إلى أن مصر تشارك هذا العام بجناح كبير على مساحة 866 متر مربعا تقوم فيه بعرض منتجاتها المتميزة من الخضروات والفاكهة. أوضح أن هذه المشاركة المصرية بالمعرض تعد من أكبر مشاركات مصر، وهو ما يتوافق مع السياسات التي يتبعها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في التوجه إلى فتح أسواق جديدة في منطقة جنوب شرق آسيا أمام الصادرات الزراعية المصرية لتحقيق معدلات نمو كبيرة.